بشوف زعل حالك بس حومة بتخطر على بالك لو عرفان اللي مخد بالك لكن ترديك خطة ورسمناها وصارت دورناها الكاميرا ودار دورت عليها ويا خسارة تعبت مليك خباي الكاميرا وخفي عم ترصد بك الحني عصبت عرفت الخبري ورجعت هديك خباي الكاميرا وخفي عم ترصد بك الحني عصبت عرفت الخبري ورجعت هديك روق لشو تزعل حالك بس حومة بتخطر على بالك لو عالبال اللي مخبالك ما كنت رديك خطة ورسمناها وصارت دورناها بالكاميرا ودار دورت عليها ويا خسارة تعبت مليك تعبت مليك. يسعد اوقاتكم مشاهدينا، بنرحب فيكم بحلقة جديدة من دروب وهروب. اوكي تنسوا مشاهدينا ببرنامجكم دروب وهروب، كل يوم في معنا مقالة جديدة. خلينا نشوف الشباب شو محاطرين لنا لليوم. يلا سكينة كيف هلا اهلا وسهلا اهلا يا مرحبا اهلا استاذ تفضل هون استاذ تفضل استاذ خالد حيدر كان له عمل السنه اللي قلت لي عليه يوميات مدير عام وممثل كان كنا سوا بايام الدراسه استاذ حسام الشريف مدير انتاج على راسي يعني بدي اياه بشيل الامر خبرته انه في موضوع يوميات مدير عام حلو يعني انه الممثلين رفعوا العمل اخراجيا ظريف بس النص يعني بين المشاعر عيدة شو بالنص؟ لا عم يطلع تلتين بين المشاعر يعني نحن عم نحكي صراحة وايام الدراسة يعني على راسي يعني استاذ ايمن رضا نجم كبير ما راح يكون شو اهلا حبيبي شو اخبارك كيف اهلا حبيبي مرحبا كيف حالك استاذ مظهر تفضل تفضل استاذ مظهر تفضل استاذ مظهر مخرج هون كمان شلونك حسام هلا حبيبي هلا حبيبي الاستاذ خالد حيدر كان له عمل السنة يوميات ممثل وممثل كان كنا سوا بيوميات يوميات استاذ مظهر ليش؟ على راسي ما شو ساوى بيوميات مدير انا شوي مراجع بالاسم على راسي يلا شو ساوى بيوميات مدير عام؟ كنت اخذها عفوا شو الشخصية بيوميات مدير عام؟ ما مثل بيوميات مدير عام بيوميات مدير عام انا اللي كاتبه هذا تعريفك انت؟ ايوه يوميات مدير عام انت اللي كاتبه؟ ايوه يبدو عندك ازمة لا مو أزمة بس أنا برأيي يوميات شو كاتب هو؟ يوميات مدير عام يعني أنا برأيي يوميات مدير عام يوميات والله اللي بقول على العمل لا بعرفه حضرت ليك عمل قوي شو الأول بجنن لحظة بس عم يحكي الاسم بالله خالد حيدر خالد حيدر علي وسهلا فيك حبيبي إنه يوميات مدير عام الجزء الأول بجنن بس شوي بس لوصل له معلومة ريكامة بس إنه يوميات مدير عام الممثلين هن اللي رفعوا النص يعني تمثيل واخراج هلا انا برايي ممثل لانه في شيء الواحد ما يزعل يعني في شيء مهلهل اخراجيا حلو بس في شيء ابو ليلى مين ابو ليلى المهلهل اخوه من غير لا نحن بدنا نحكي بنحمر الوالد مظهر حبيبي الله يحكي بالشغل لا النص مهلهل يعني ليش الواحد بس يحكي الصراحه بتتضايق لا انا ما مين ما في انا ما في نقاط يعني ما في نقاط نقاشات تتضايق يلا بس احكي يلا احكي لا نحن بدنا يا عيني يا روحي شو يعني شو هال لا عم يحكي الصراحة إنه النص
يعني انا حسيته انه هو جاي يحكي هالكلمتين ويروح. لا مو جاي، هذا ما هو المفترض. كان بعث لك اياها رساله على الموبايل. لا انا بجيبه، ما عندي اشكال، انا بدي اي واحد بجيبه. يعني هلا انا جاي بغله تستنفع لك كم ليره وتكتب لنا شيء شغله، يعني شو اكتب لكم؟ بدنا نشوف هلا. ما بدي مثل يوميات، يوميات على راسي طلع. اكتبوا لنا من شان الله، اكتبوا لنا. هي جبتها ليكم. اتركني اعمل لي هذول الافكار. شو هالقليل الادب هذا يعني؟ اتركني هذول. ممكن يروح هذا ممكن يروح. لا لا ما في ممكن يروح. ليش لك حبيبي اكتب لي؟ ليش هالقلة ادب انت عم تحكي؟ اكتب لي اللي مثل عامل لك اياه. معقول هيك بتعامل مع الناس؟ اسمع لك، اسمع لك. اول شيء الافكار حكيها، اول شيء هذا ممكن تكون هيك بتعاملوا مع الناس. حلو. ايوه استاذ مزار فضي. يلا يلا باي استاذ مزار فضي. بدي افكار. طيب هي ليك وجاي. طيب اكتب لي، اكتب لي، اكتب لي كم فكره خليني اشوف. انا مش اوفر عليكم الوقت. جيب لك قلم ورقه، اكتب لك كم شغله هيك على السريع شوف شو بدك. بلكي نظبطها، نظبطها بالسيناريو ولا هي خلص. يعني هو شو بده يشتغل لك؟ انا كنت بدي اظبطها انا بالسيناريو. جايبه يلعب انا بده عم ياخذ مصاري. ليش اعطيه عاد ما بيقدر اعطيه على الجمله؟ حاسبك على الجمله. ممكن افهم شو المطلوب منك؟ بدنا افكار على شو بدك حاسب برنامج جملة كذا فكرة. خلينا نتحاسب على المفرع أحسن. المفرع على غالي. أنت شو بدك؟ أنا معه. أنت جملة. شو بدك ساوي اللي بدك؟ يا أستاذ. على هو كمان شغل. قالوا لي. وينو كنان؟ وينو أيام هلا؟ قالوا لي، قال لي كنان إنه شغل بأيام الدراسة. أي دراسة؟ مش عم بدرس ساعتها هلا؟ لا لا هو مسلسل عمل أيام الدراسة. مسلسل؟ إيه شخصية محبوب. هيك قالوا لي. هو أنت محبوب من العالم؟ محبوب يعني هو؟ ما هيك قالوا لي محبوب أنا. مو محبوب شخصيته. وين؟ طلعك حب يعني؟ خارج تقريبا. وينو كنان؟ هلا بيجي. هلا ليك؟ جيب لك ورقة وقلم تكتب لنا شغلة بس تشوفها. هلا هون يعني هون بدي لك اكتب لي على شربة. اعطيني حبيبي شربة يا حبيبي. يا استاذ انت ابن مهنة ولا لا؟ ابن مهنة طبعا. هون بدي اقعد اكتب انا. بدي شربة اذا سريع بدي ما يزبط. شو بدك تجربني؟ بلكي ما زبط. شو بدك تجربني؟ انا لي رؤية اخراجية معينة، بس ما زبطت الرؤية تبعك خلال بجوز الحبر ما يعجبني، حبر القلم بجوز خلص. عفوا بس شو بدك تستفاد منها؟ انا المخرج الاستاذ مزار جورج. انا ماني سمعان بهذا الاسم يعني عم تقول لي انا مخرج. انا جاي بقى استنفع لك ليرتين ثلاثه يا حبيبي. انا ما بستنفع بهالطريقه. شو جاي جايب لي على فعالي انت مثلا؟ لا يا حبيبي هذا فن. حبيبي شيله وحده. شو بدك؟ قديش شو بدك؟ كم لوحه انت؟ خلي جرب لي شتك لوحات مبدئيا. ثلاث لوحات. شو بدك شيله وحده عليهم؟ شيله يا زلمه. شو يعني صب سقف نحن مثلا؟ مو صعب. ما بدنا نصب، بدنا نكتب بعدين ما نصب على حدا بالنص. صب مي، صب مي، اشرب مي. خلص شو بده قول له يا اخي؟ شوف شو بدك انت ليك. اكتب لي قصه مثلا هلا شغله انه مثلا عن اذا ولد صغير ضاع بالشارع شو ممكن يساوي؟ اكتب له اياها ارجينا بطول تاخذها. اذا ولد صغير شو عمي؟ ضاع بالشارع شو ممكن يساوي مثلا؟ اذا شافك مصيبه بقى. حلو عندك سيناريو. شوف لا انا ما بدي شارك، انا مخرج. يا بدي شارك نفسيا. شو بدي شاركني؟ حط لي اسمك حبيبي. لا من الاول نحلق لهم نشوف. حرام ممكن اعرف استنفع له كم ليره الزلمه؟ ما بدنا لعيونك. شو بدك انا جاهز؟ ايه. استنفع له هيك كم ليره ونحن على راسي وعيني. شو بدك انا جاهز؟ كنت مشانك. اي انا مشان بعرف على راسي وعيني. ما بتزبط معي. انا رح احكي تليفون بلكي. هلا انتوا اذا جايين تتفقوا مع بعض. شلون حسام؟ حسام يا حسام هي نحن نكتب شغله ونخليه هو يعدل عليها. هلا شوف شلونه بالتعديل مثلا. طيب عم يقول لك ما بيعرف. اذا ما بيعرف شلون هلا عطيته للولد. عم بتقول له تبع ولد صغير ساويه. هي جيب لي يحرق لي وقتي هلا انا يا زلمه. وقتي انحرق. وقتي لك يا حبيبي. وينه كنان؟ ممكن اعرف وينه كنان؟ حبيبي كنان قال لي مشان ما بده يشتغل هالزلمه وحرام ما اعطوه فرصه. كنان هيك قال لك انه انا بدي اشتغل. كنان قال لي بدك فرصه اشتغل معنا. كل العالم بدها تشتغل بس مو بهالطريقه. انا الفرصه معي رح تطيرك لفوق. يا استاذ يا حبيبي لفوق. يعني ما تعطيني بس نص مهلهله مثل قرايبي؟ مهلهله النص. ليش مين قرايبك انت؟ ابو ليلى هذا مهلهله. ما بعرف شو حكي. اكتب لنا، اكتب لنا حسام. انا هيك بدوج. انا لا بدوج. انا شو بدك هلا؟ انا سلمت. رايح احكي مع حبيبي. جارنا عنده ابنه كاتب له كم شغله. ابنه الكاتب تبع المدرسه باسم ورباب ان شاء الله. حلوه خيو. اذا انت جاي تتفق انت وياه ليش جايبين؟ ممكن اعرف ليش جايبين. دقيقه دقيقه شوي بس عم بحكي. تفضل بنكتبهم عند ابن جيراننا. واحد كاتب شغله انا بعدلها اذا ما بده يكتب لنا يتغنج عليه. اذا بيعرف اكثر منه ما عندي اشكال. بس عم تشتغل العالم كمخرج عم تشتغل معك. انت ما بتسمع. انت ما بتسمع. سدلك انت كم لوحه منه سايرة ما بدنا نجيبه مشان كنان ما حلو. انه قال لي كنان مرقوا مرقوا. احكي تليفون معي معه؟ يلا ما بدي لانه انا تعبت. انا مسكت اخي. يا ريت تحكي مع كنان تقول له يجي لو سمحت. خلص هلا. لا ما بدي روقك. ما بدي
لا لا مع منشاني لوحة بس. لك يا حبيبي شو منشانك؟ ليش أنا شو طلبت منكم؟ أنت أنا ما بعرف حالي لوين جاي. أنا حكاني كنان قال لي تعال هون. هو كنان قال لي هذا كاتب. ليش يعني أنتوا عندكم فكرة مسبقة إنه أنا قاتل حالي حتى أشتغل معكم؟ اكتب لك عفوا أنا ما بعرفك يعني أنا إذا بشوفك بالطريق وقالوا لي شو بتشغلوا يعني ما بعرف شو ممكن أعطيك ممرضة أو أكثر من ممرضة. شو لك يا زلمة شو هالناس هاي اللي جايبني تجمعني معك؟ هلا انت جايب لنا يا ليك كاتب عدل؟ كاتب عدل بالبلديه؟ قلت لنا مرقول. شو هالقله الادب يا زلمه؟ هذا مخرج اكل. قلت لنا مرقول يا حبيبي. قلت لي مرقول بدي اعطيه انا يكتب لو هلا بدي اعطيه اربع لوحات بس هلا لا لو والله لانه ما عجبني نفسيا شوي وما حلوه يعني انه شو فرصه بدي اعطيه فرصه لك واحد عم يعطي فرصه شخص والله اسمك ليطش بلوحات الاعلانات كلها. لا شو اسمك؟ اي يعني خالد خالد شو طبيعي مو طبيعي لانه كيف عم يتعاملوا. نحن بدنا نعملك ونحن بدنا نعطيك فرصه ونحن ما بعرف شو مين. انا ما بعرفهم. انا ما بعرفهم يا كيف استهزئ لك كم ليره خلص انا برضي. شو هذا استهزئ لك كم ليره هو انا برضي. هذا هون بيحاكيني بلهجه الباطون وصب السقوف ونسع استهزئ بدي نفعك وما بعرف شو مين قال لك انه انا قاعد بلا شغل؟ حبيبي اشتغلوا وقت بتيجي بتقول لنا ما يعني اصلا انا لو بقعد بدون شغل ما بشتغل مع اشكال مثل اشكالكم. نوسع الكادر. شو هالحكي يا زلمه هذا؟ تعال على شو هالعالم يا زلمه؟ انت اخذ سيجاره من عندك يعني بس لك يا حبيبي خد الباكيت كله بس كون مؤدب انت وقاعد. لا يا حبيبي يا خالد يا حبيبي عود انا هو يعني ما بقعد بحكي مع ناس بهي اللهجه عم تحكي معي. انا مالي مضطر هو بلانا فيك مو مرتب الجاكيت يا صديقي. لا مو هيك يا خالد خلص صور بالك شو بدك يعني جيبوا لي عالم ما خرج اتفاق حول عمل معه كنان معروف كنان بس شوي يعني والله عيب انا بتحمل شوي اكثر من هيك. لا صرفوا لا لا طولوا بالكم طولوا بالكم خلص روق. انا لهلا ما فهمت شو الموضوع حبيبي. ممكن افهم شو بدكم مني؟ انا اعطيك لوحه ورزقك كم ليره خلص اكتبها. لا شو هاي لوحه ورزقك كم ليره؟ لوحه شو؟ لك تكتب لي اياها مثل يعني قال لك اذا ضاع الولد شو بدك تكتب؟ انا بقلك انا بقول لك شو نوسع الكادر ونظر اليه بامتعاض ورمقه بغضب حلو باستفزاز ورفع ايده قائلا شو بدك يعني لك خذ راحتك عم بيرمطني لا تنفعل بالعكس هي فرصه لها. وين المشكله يا خالد؟ وين المشكله؟ المشكله انه لهلا انا ما فهمت ليش جاي وشو عندي هذا. انا حكى معي الاستاذ حسام على رأس. في مجموعه من اللوحات طالبين انه قال لك شغله كنان بلا مقطوع عن حديثك وبعد اذن الاستاذ حسام. انا الاستاذ مصعب الصرف يا معلم لا تعود بلا قله ادب يا زلمه. مين انت جاي على معي؟ لا يا حبيبي لا تخفي على اللوحه طول بالي يا زلمه. خلاص يا زلمه كن مؤدب انت وعم تحكي معي. شو هذا اللي عم يكون معي فيها لك؟ والله صور ضربني صور عم صور عم صور مسح ولا مسح الناس وأهل الطيبين. استاذ سيارة كيف ترى؟
الأخيرة كان أكو تطور بالفن العربي وقدرة الأغاني العراقية الآن من خلال نجوم عرب أن ترتفع. هل هناك سلبيات؟ هل ترى سلبيات في هذا الموضوع؟ هل ترى هناك عوائق ربما تعيق هذا الأمور كونك كممثل أو كمطرب أو كفنان؟ هو مهما كان رجالك هو ملحن، كيف ترى التلحين أو الألحان؟ التلحين أكيد يعني الآن طلع ألحان ملحنين شباب وبالإضافة إلى الأساتذة. كيف يرى أستاذ ميال موقعه بالنسبة للشباب والملحنين؟ يعني الحمد لله ملحنين الشباب. شباب يعني الحمد لله أنا يعني حد بدينا نقدم أعمال جديدة بالتلحين، لكن بالإضافة إلى التلحين أنا معتمد على الغناء وعندي أنا حضرت إلى يعني المسلسل ما كان أنا بالنسبة لي كأنا كمشاهد أيوة كمشاهد ما تشاهد أي شيء يعني إذا الدور لن ينتقل إلى الدور هاللي يعني نقول وصل الأستاذ سمير إلى الدور يعني هاللي إنه المستوى الوسط هي ما هي الأسباب أو هي الأسباب هي هل هو ضعف فنان أو الأسباب مثلا إنه الدور لا ربما يكون سبب ما هي كانت هاي هفوة فلماذا يفعل الإنسان الهفوة؟ هل هي أنه مضطر أنت لهيك شيء ولا لم تضطر لهذا الشيء؟ ربما هناك قرارية أو يعني هل فرضت عليك هذا يعني؟ ما كنت سامع يوم ضوء عليك الشيء مباراته طب أنا لا أعمل شيء إذا مباراته مرات تحكم يعني هل هو ضعف مادي ولا ضعف شخصي ولا ضعف المادي هل هو ندم الأستاذ إنه يا ريت ما سويت؟ هل أنت ندم غير ندم؟ ندم يا ريت ما سويت. لماذا لم يرتقى يعني الدور تبعه إلى مستوى اللافن؟ دقيقتين خمسة. استوب ما أنت قصدك يا أخي مستوى اللافن يعني. خلاص نعيد شباب. أقول لك. بالمجال التلحين يعني اليوم اريد تركز على الغناء اكثر من التلحين الغناء مين الغناء علي الغناء اكثر يعني هو يوسف يلا 5 على 3 استاذ عندك 5 على 30 جاهزين ريلاكس لا زي بس عم يسعد الاستاذ عيد يلا خلينا ريلاكس 5 صح استاذ حسام على راسي يلا دقيقة استاذ بس عم بدل قلبي كان شكيب ورهيب يعني دورك بالإجباري فهل هنا بالإجباري ما وصلت يعني ما وصلت ما حصلنا الفرصة يعني لأيمتى من 100 سنة بس انت الفرصة أيوه الدراما هل هي يا ترى مختلطة بشخصية الفنان أم بالسيناريو أم بالنص أم بالإخراج أم بعطر المسرح. جامع كفاف كتأليف ممثل. يعني أنت أين هو أين هو الأستاذ عبد الزهر إنه يرى نفسه بالنسبة للدراما من ناحية الميتافيزيقية ومن ناحية الفيزيولوجية ومن ناحية اللافوية في الدراما أين يرى نفسه؟ هل يرى نفسه في إطار ذلك أم يرى نفسه من إطار عطر المسرح من إطار أن هو الدراما التراجيدية الدراما الكوميدية الدراما اللاعب أنا رأيي كيف ينظر في المرآة؟ والله هاي تبقى على المشاهد المشاهد ينزل الى الشاشة ولكن الأستاذ سمير ينزل المرات كيف هذا الصحيح؟ لماذا شخصية؟ لماذا لم تطرح يعني ليست شخصية مركبة بل هي تعدادية لعدد شخصيات يعني أنه خلاص جيبوا الأستاذ عبده زهر أنه جيبوا دائم مثلا خلاص خلي يصور مثلا عرفت؟ يعني هل هي
مالي بعذر. يعني استاذ حسام انا لو سالتك سؤال حاليا استاذ حسام معك استاذ حسام اعتبرك تليفون كيف ترى نفسك في الدراما السوريه او كيف ترى نفسك كمذيع في هذا البرنامج اللي سمعوا معك؟ السؤال طيب لا انت شو في هذا العز الحلقه الاولى شو اخي؟ والله بالسجن السجن هذا هو السجن الدراما هذا هو السجن الابداع كيف ترى حسام كل نفسك انت كمذيع هل انت في سجن ام متحرر ام وراء القضبان؟ لا انا واقع بين شخصيتين من عباقرة الفن اللا وجود له لا وجود التي يطبق هذا الاطار الذي يظهر على القوانين انت على اي اساس تخليها لا يعني بس احنا بنخالط وخلاص اللا وجود هو لا وجود هذا الفن ليس الفن الفن الموجود حقيقي بل هم صانعون الفن ليس المنحدر بطريقه اللاوعي المنحدر المادي اي طبعا اي نافذه ترتبط من هذا الوادي الى مطارق هذا العصر هل هي من نافذه الدراما اللاوعي انا اردت ان اردت الفكريه ودراما التشريعيه استاذ حسام اردت ان اردت اللاوعي انا بغيت اعرف انا عندي هو هذا البرنامج ليش ما ندير البرنامج؟ لا طبعا استاذ غيار بحار ليش ما ندير البرنامج؟ اذا انتم خلصتوا البرنامج كله هي طبعا لا مدير البرنامج مو استاذ بحار تفضل فهل الصعوبه يعني الاحترام ولا احترام والوجود ولا وجود والضياع ولا ضياع من خلال هذه هذا الخيال الذي تملكه انت انا كنت خيال يعني كمذيع كمذيع انا ما جرى لغيرك ولا هل ولا هل يغيب القمر من شافك ولا هل ما له عمام بهالدنيا ولا هل بس انت وقطعت الوصف فيه البقبيشي البقبيشي قديمة جدا البقبيشي البقبيشي وجاي بقبشي البقبيشي جيت اليوم من بعيد وماشي على الكريشي وعد الريشي دريشي وش يخرب بيت البقبيشي شعر شعري قول افرح افرح لو شفت وجهك وسربي وسربي ما طالب تعب يمشي وسربي واجيب الروح لعيونك هديه عملت الفشل شكرا ويلي دلعونا ويلي دلعونا يلي دلعتيني ويلي دلعونا نزل عدبته صارت تتلوى نزل عدبته صارت تتلوى بايد المحربي وتتلوى وقالت لي تعال بوك يا مصهر قلت لها ما فيني لانه قلبي متلوى حس شي يسموه الفاله اللي يضربون بها السمك يصيدون بها السمك الصيد اللي انا مسميها فاله بخمس شاخات خشنه وجديده عسها بدليل وقال اطني الحديده طيب جيت العبد للسيد الريدة توعد ما تخلف المواعيد اليوم يطب الخبر بكره نجي من بعيد يا حلوة جدا العروس نار الدشق فينا ولما رجع طارق فل الارض فينا زمل عشق طارق من الفار بترش فينا يوم ما الذهب برا عيونك بالقلب أنت من الملحنين الجيدين وليس من الملحنين اللا فوقي ولا تحتي. الحمد لله أنا بالنسبة لام بديت ملحنين جداد أكيد لكن بالغناء عندي أكثر من عمل وجديدة بالغناء هي أغنية إسعاف يا رب احترقنا أنا راح تكون. يعني شو سيارة إسعاف؟ هي أيام. هي في سيارة. هي في سيارة إسعاف ويعني أغنية هي موضوع تبسم بنت. هذا جديد قصة أغنية إسعاف يا رب احترقنا وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله ما حدا بيروح على إسعاف ولا لا وين في الموضوع؟ أنت ذات العقل داومي شعبي تحاشيش وما لا 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 ليس ما عم تسأل سؤال أنتم بعد ما يعني أنتم هذا برنامجكم المفروض عفوي أستاذ عبدو زلف لا خليني أنتم المفروض تخلون هسه توقفتوا كامل الميكروفون معك استاذ غيار بحار تفضل نعود مع ميار بحار يحكي 5 4 3 2 تفضل استاذ ميار يعني المفروض انتم تخلون سلسله اعمال
وجدول اعمال سلسله بدك سلسله فينا سلسله شباب اذا لا وجودي ولا موجودي ولا ما بقى لعب على الدين. طيب هي الاسئله لازم تطرح بالفيزيولوجيا للدراما. انتم يمكن برنامج فيزياء؟ لا هو اسمه سمع لمع. مسلسل والبرنامج العفوي الاول في الوطن العربي. نعود مع الفنان ميار بحار اعزائي المشاهدين. ميار اين يرى؟ من انتاج كركور، من انتاج الفن طبعا. هل يرى ميار بحار اسلوبه منطقي في هذا الموضوع، او هو يرى نفسه كملاحق عازف في هذا الموضوع؟ ولكن يبقى ان نطرح عن هذا، او ربما يكون عنده شيء لا نستطيع ان نقول بهذا الموضوع. ما هو رايك استاذ؟ لا
مشاهدينا اذا حبيتونا شوفونا كل يوم ببرنامجكم دروب وهروب بحلقات جديده مع خالد ورزان. يلا باي باي. روي لشوف زعل حدا بس حومة تخطر على بالك لو عرفاني اللي مخد بالك لكن ترديك الثورة سمناها وصارت دورناها الكاميرا ودار دورت عليها ويا خسارة تعبت مليك خباي الكاميرا وخفيك عم ترصد بك الحني عصبت عرفت الخبري ورجعت هديك خباي الكاميرا وخفيك عم ترصد بك الحني عصبت عرفت الخبري ورجعت هديك روك لشو تزعل حدا بس حومة بتخطر على بالك وعلى البال اللي مخبالك ما كنت رديك الدورة سمناها وصارت دورناها الكاميرا ودار دورت عليها ويا خسارة تعبت مليك تعبت مليك